مسائل كثيره. تعال نحكي شوي بهذا المسار من ضمن موضوع مثلا الاصلاحات من ضمن اصلا التفاهم. بس لقلك لتوصلي كمان مؤتمر حواري بين اللبنانيين يلي بده يعطيك ويلي قطر هلا بتشوفي عم تحرك كثير، قد تكون هي يعني عم بتحاشر مصر ليكون المؤتمر عندها وعندها يعني علاقات عم تنميها ترجع عن جديد بالداخل اللبناني. عم تبين كأنه مهتمة، ما بعرف إذا السعودية بتقبل بس عم تبين كأنه مهتمة. وبالتالي هذا المؤتمر أهم شيء حده يلي كنا عم نقوله الضمانات أو قراءة كاملة مع حزب الله، ضمانات أمنية يريدها للمستقبل. أمنية هاي أساسية عنده هو، كيف بدك تعمل لقدام، كيف بدك تكون أنت رايح على 6 سنين أو رايح على سنوات لقدام فيها بده يكون فيها قوة، يعني الجيش اللبناني بده يكون عنده فيها قوة الإمساك بالشارع، وبالآخر من فوق عندك كمان صندوق النقد الدولي وراء من يقف وراءه. بالتالي هون أنا الضمانات يلي بديها لحزب الله بحيث تفاهمات، خليني أقول تفاهمات مع ضمانات للمرحلة المقبلة، وبرأيي هاي الأهم يلي هاي نحن ما رح فينا لا نشوفها ولا نسمعها. يلا رح نحكي فيها ورح نحكي بالمسار المقبل. بس هيك سؤالين على السريع، في مقابلة ترسيم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل دايما بيقول انه كان واحد من الاسباب اللي نوضع عليه عقوبات هو كان تمسكه بوقتها بالخط 29 وعدم تنازله، وبالتالي كان ورقة ضغط عليه موضوع الترسيم. هل يمكن اليوم هذا الكلام بدينه انه عم بيقول انا تحت الضغط رجعت انا على 29 هذاك الاصلي رجعت انه الكلام بدينه بغض النظر. بس اليوم هل هناك ربط بين التوقيع على الترسيم وبين رفع العقوبات عن جبران باسيل؟ خليني لك شغله بتساعد بالجو ايه، بس في مسار بده يسلكه وبلش يسلك فيه. بس للمره الالف عشان هيك هو متجرأ انه يروح. المضمون ماجنيتسكي ملفات جديه، ملفات في عنده ملفات، ومشان هيك ما كان يسترجع قريب ليون. هلا بالسياسه بتساعد لتطلع منها ايه، بس بدك تعمل المسار القضائي. نعم ايه بتاخذ وقت يمكن وبتساعد لقدام مع شويه جهد انك تساعد المناخ لانه توقيت سياسي، بس المضمون حقيقي. هلا غيره عنده مضمون حقيقي بس ما قربوا له لانه السياسه ما اخذتهم عليه. هو عنده المضمون الحقيقي بموضوع الفساد، اتهامات بالماجنيتسكي اللي عنده ادله ثابته وبيعرف هالشيء، بس لكن التوقيت يلي عملوه عليه سياسي بتقولي طب السياسه اللي اصطلح على شيء لقدام. وانا برايي هيدي خطه يعني خطوه بسيطه، مش بسيطه بس انه اوليه، مطلوب منه عده خطوات تانية. شو مطلوب منه؟ ايه بتساعد يعني اليوم الامريكان معروف انه هن براغماتيين، يساعد بموضوع ايه اكيد براغماتيين، يعني انه مش انه مساله مبدا انه بدنا نحط عقوبات على جبران باسيل لانه الوحيد اللي عنده فساد. يعني بلحظه سياسيه مؤاتيه انه بتقدر تقبل هيدا ما بيقدر يطلع هو اليوم اللي خلص شطبته لماجنيتسكي. ايه في مسار، في مسار بدك تعمله. طيب هيدا المسار بتساعد لتوصل على نتيجه جيده بس تكفي بالمسار السياسي المساعد. شو في اثمان كثير ما بعرف، بس من ضمنها اكيد مسائل لها علاقه بالوضع داخل خلال اعاده بناء الدوله اللبنانيه او مؤسسه الدوله اللبنانيه. يجب ان تبنى بعيده عن اي نرجع بنقول بعيده عن اي تنازع بين الفرقاء والوان سياسيه لقدام. هلا هن حريصين على بناء الدوله اللبنانيه ولا حريصين على فك علاقه جبران باسيل بحزب الله؟ شو انه هو هاي شو معناها؟ هاي معناتها هاي عم بسأل لما عم قلي هلا الفكر مثل الفك كتير كبير بيرا. لما هو قال انه هن يعني هن المساله هيدا التوق، يعني هيدا التوق اليوم اللي انوضع على لبنان، واليوم عزل مساله عزل حزب الله. اليوم يبدو انه المسار ماشي. اذا بتروحي لقدام وتروحي بتعملي هاي الضمانات الامنيه مع بتعملي تفاهم مع حزب الله ويلي بيأدي فيما بعد من أجل عودة يلي بلش ينحكى فيها عودة النازحين السوريين لبلادهم لأنه وجودهم هون للتوازن مع حزب الله، هيديك بتخف. بس طبعا جزء منها له علاقة أنه عدم إغراق الدولة أو مؤسسات الدولة في حضن يعني القوى السياسية أو واحد منها حزب الله. يعني عدم إغراق الدولة يعني ما يكون هو الطرف الأقوى بإدارات الدولة بمؤسسات الدولة. سيدي معادلة جميل السيد انه انتم حمولي فسادي انا بحمي لكم سلاحكم، مش هيك والمعادله يلي قالها؟ طيب شو معناتها؟ مش هيك هذا المسار كله يلي له علاقه بفك هذا الموضوع وبالحكي على الاخذ باتجاه اخر. بس خليني اقول لحتى ما نروح بالتفاصيل شوي لانه شيء، اول شيء نحن ببدايه الانفراجات كنت عم تقولي شوي. نعم. الترسيم البحري يؤدي الى بدايه مسار
بداية الانفراجات، بداية في عندك بعد ما صار في اثنين ويلي مفروض ينعمل، قلت لك جزء حكينا جزء منه في مفاوضات بتكون مؤتمر حواري. نعم. وفي على جانب لا رح نحكي عميق بالتفصيل هلا. المسألة الثانية يلي هي بتروحي باتجاهها انه هذا الواقع اللبناني لقدام تبريده. نعم. خرج من اطار الصراعات. نعم. هذا بخلاف ممكن العراق تلاقي مشاكل عم تتطور فيه عم تقوى. نعم. فيه ممكن الخليج برأيي رح يروح على مشاكل تتطور تقوى فيه، بالتالي في مناطق هناك آسيا الوسطى فيها مشاكل كبيرة راح يكون هيديك المناطق رايحة لتحمى، بس نحن إجا دورنا أنه للتبريد بعد طول انتظار يعني هذا يعني ما شفنا نحن غير من هذا. إيه بس لأنه لحتى تروح على التبريد بس بدأ هذا المسار، مش يعني كبست الزر. نعم بده مسار. هلا حدا بيقول لي ليش انا ما وردت؟ هذا بياخذ بالتدرج، بيروح بالتدرج مع مسائل مع تفاهمات مع تفاهمات معينه. بس انا بدنا ندخل على هذا المحور من بوابه انه اليوم كان في بالسنوات السابقه خطاب كثير عند جمهور كبير وسياسيين ومحللين ويعني بدك اياه انه امريكا تراجعت من لبنان وما بقى بدها لبنان وانسحبت من لبنان والى اخره. اليوم المسار هذا واضح انه لم يكن كذلك، لا بل كان بالعكس مزيد من التدخل المباشر بلبنان مش عبر وكلاء حتى يعني. طيب اليوم وصلنا لهذا المطرح، هل يمكن انه ان نعتبر انه لبنان تحت مثل ما عم تقول حضرتك وصايه دوليه امريكيه مباشره؟ تحت وصايه دوليه كيف قبل حزب الله؟ كيف قبل حزب الله هذا الامر؟ شو يعني في تناقض، لانه اليوم كمان مقابل هذه النظريه مثل استحق هلا رئاسه الجمهوريه، من هو الاقوى بالاستحقاق؟ حزب الله. من له الكلمة الأقوى؟ من له حق الفيتو الأقوى؟ حزب الله ولا أنا غلطانة؟ غلطانة. غلطانة؟ تفضل. مش يعني الأضعف هو، بس عنده حق النقد، فيتو الوحيد اللي عنده بلبنان حق النقد. بس يلي جاي هالرئيس يلي بده يكون لنا هذيك المرة سيكون تسمية أو مثل ما عم تشوف الحركة الموجودة حركة دولية يعني، لأنه رح يكون في مشروع لقدام، مش المسألة لا حزب الله فيكون انتحاري، بس منه انتحاري بالاساس. ويعرف الظروف. كنت بوافقك على الكلام بتقوليه بال 2016. نعم. عندما اجى الرئيس عون فرض وكان هو الاقوى، هون عم نحكي الاقوى على الكل. حط لانه الظروف كانت يومتها والتوازنات تؤيد ذلك. اليوم لم يعد هو قوي لكن لم يعد الاقوى. نعم. لانه التوازنات اختلفت وتفاهمات اخرى وعم نحكي، لكن هو الفريق قوي في لبنان على الأقوى بين الفرقاء اللبنانيين. كيف يعني رح يترجم هذا الشيء بالرئاسة الجمهورية لبلش؟ لكن رئاسة الاسم الاسم بس عم نروح نحن، لأنه دائما نحن بنهتم بهذا الموضوع ننسى الإطار العام يلي بده يكون في ظرف حده. ما عم نحكي عن مشروع جاي المسألة حده، مش عم نحكي عن اسم كاسم يعني، مش عم ننتخب هون نحن مثلا عم بفترض ميشيل سليمان مش فلان بتقطع، او مش عم ننتخب شو بعرف الشعر الحلو مش فلان. مش اسماء مع نكهه اقليميه. هون في عندك مشروع رايحين على مشروع اخر. نعم. مشروع اعاده بناء هذه الدوله خارج الاطار هذا. ليكي في اثنين مثلين بدي اعطيك هن سريعا بيجسدوا يمكن الوضع بلبنان. يمكن سنه 1999 بكوسوفو نعمل شيء، بس يومتها نعمل تحت الاداره الدوليه، بس كان في قوات دوليه. بلبنان لا، اكيد ما في قوات دوليه. بلبنان في اداره دوليه رح تكون بس بقوة ذاتية، واداره غير مرئيه يعني من خلال صندوق النقد، غير مرئيه تحت يعني مسميات عده. في شغله ثانيه سنه 90 مع تطبيق اتفاق الطائف، لما اجى كمان صار في ديل امريكي سوري بتذكر وشاركوا فيه السعوديين، واجى انعمل واجى اللي طبقوا يومتها الجيش السوري فات. نعم. اخذ كل لبنان وعمل هيدا هيدا وراح يطبقوا له. نحن هلا في شيء بيشبه هذا مع فارق انه ما في طائف جديد. نعم. في استكمال تطبيق الطائف لناحيه البنود كثيره اللي بعد ما طبقت فيه لمركزيه مجلس الشيوخ و نعم. في استكمال لكن بقوه مين؟ بقوه الجيش اللبناني بالداخل. لذلك كان حرص دائما على موضوع الجيش اللبناني واللي اثبت جداره بالمرحله الماضيه، طلعي كيف، واللي اثبت مهنيه وطريقه تصرف رغم الظروف الصعبه. مليون ونص كان عم يعمل مهام وعم بيموت وعم يستشهد الجندي او الضابط عم يستشهد ومردوده مش يكاد يكون لا شيء. نعم. وبالتالي
هو سيتولى هذا التطبيق لقدام. هلا من هونيك وبالرايح بتبلش تطلع بتشوفي كيف تركب التركيبه بلبنان. كيف رئيس الجمهوريه كيف بده يكون؟ يعني بده يكون هو من يشرف على هذه المسائل. لا يشرف على هذه المسائل بده يكون اولا لا يشكل تآمر بمزدوجين لا على هذا الفريق ولا ذاك. يعني ما احلى ما نقول مش مع يعني مع هيدا ومع هيدا. طيب بس لا يشكل عامل تآمري على هذا الفريق او ذاك، بالتالي ما بيفوت مثل ما كنا نحن عايشين بالسنوات الماضيه احد المحاور بيوجه هيدا ويخبط بهيداك، ونوع من التشاطر بلبنان نعم. يلي هو يعني ما بيمرق على حدا لا بالداخل ولا برا.